الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل يعني 50 دقيقة أو نحو ذلك. إن شاء الله سنشرع في قراءة المتن، هذا المتن في شمائل المجلس الثاني. نواصل القراءة، تصل القراءة وصلت إلى قوله فصل صفة خاتم نبوة صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: فصل صفة خاتم نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. أولا، الشكل خاتم النبوة هي علامة جسمية لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص فهمتم يا إخوان ما معنى خاتم؟ يعني النبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه علامة دلائل. يعني دلائل، ما معنى دلائل؟ دلائل يعني التي تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الباب باب رقم كم؟ الدلائل الخامس. الدلائل هي ما يدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا الدلائل غالبها معنوية، وفيها أيضا دلائل أو علامة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرية جسمية مثل هذا. فسلمان الفارسي لما أتى المدينة، لما بحث عن الدين الحق وعن الإله الحق، يعني وصل إلى الحجاز وتفقد هذه العلامة المكتوبة في الكتب المنزلة قبل القرآن. يعني قالت بأن آخر الأنبياء، يعني توجد علامة جسمية في ظهره. وكيف تكون هذه العلامة؟ نعم، وهي لحمة زائدة مرتفعة. نعم، انتبهوا يا إخوان، لحمة يعني لحمة لحم زائدة مرتفعة حمراء. وكيف وصف طولها أو كيف أو أين القلم؟ نعم، مثل بيضة الحمامة في إندونيسيا، مشهور ببيضة إيش؟ صغيرة. أي نعم، صغيرة مثل هذا هنا. أيوه نعم، أي صغير يعني على الكتف، طبعا على الكتف صغيرة مثل، أيوة هنا هكذا صغير. نعم، يعني مثل أصبع، بقدر الأصبع، يعني أكبر كبيرة قليلا، صح؟ يعني كبيرة. نعم، مثل بيضة الحمامة. نعم، وهي لحمة زائدة مرتفعة حمراء. نعم، مثل بيضة الحمامة. نعم، لها شعرات مجتمعات. أيوة نعم. إذن كيف شكله؟ شكله مرتفعة. وكيف لونه؟ لونه حمراء. وكيف كبره مثل بيضة الحمامة. ثم فيه شعرات. أيوة، تصورتم؟ فيه شعرات. نعم، ثم ثانيا، الشكل كانت أيضا مثل هيئة جمع الكف والأصابع. أيوة، انتبهوا يا إخوان، يعني شكله بالضبط مثل هذا، يعني مثل هيئة جمع الكف والأصابع، لكن صغير مثل بيضة الحمامة. فهمتم؟ الشكل الظاهر، المظهر مثل هيئة الجمع الكف والأصابع. نعم، حولها نقاط سوداء تقرب إلى الصفرة. نعم، سوداء. نعم، إذن حول هذه اللحمة نقطة سوداء. فهمتم؟ يعني حول هذه اللحمة نقطة سوداء، لكن فيه أصفر قليلا، يعني أصفر أسود كده. خلاص فهمتم؟ إذن هي لحمة زائدة، لونها إيش؟ أحمر. قدرها أو كبرها مثل بيضة. تنبت الشعرات كثيرة، وهيئته مثل جمع الكف
وحولها ايوه انتهى من الله انتهينا من اللحمه الان الى حولها النقاط السوداء اقرب الى الصفراء. فهمتم الان؟ نعم واصل. اللحمه لحمه لحم اي لحم بالتاء هنا ما معنى تاء هنا؟ تاء الوحده او تاء الوحده. فهمتم؟ يعني لحمه لحمه واحده. فهمتم؟ نعم. ثالثا الموضع كانت بين كتفين. ايوه بين الكتفين يعني بين الكتفين يعني في الخلق بين الكتفين. فهمتم؟ في الوسط. نعم لكن اقرب. كانت بين كتفيه اقرب الى منكبه الايمن اي الى منكبه الايمن يعني وسط لكن يعني تتوسط او الى اليمين قليلا. فهمتم يا اخوان؟ نعم. طيب فصل. ثم قال رحم قال حفظه الله رسل شفة يديه صلى الله عليه وسلم. نعم. اولا الكفان كان غليظ الكفين. نعم رحب رحب الراحة هي بسكون بسكون الحاء. ما معنى رحب؟ رحب يعني واسع واسع الراحة. ما معنى الراحة؟ يعني الكف هذا الكف الكف ويطلق أيضا الراحة يعني قد يطلق الراحة يعني انتبهوا يا إخوان الراحة تطلق على الكف والأصابع. هذا كف هذا الكف وهذه الأصابع. نعم والراحة تطلق على الكف والأصابع أيوة لكن قد يطلق الكف على الأصابع أيضا من تجاوز يعني تجاوزا إذا أطلق الكف يعني قد يطلق على الأصابع أيضا لكن الراحة هي مجموع من الكف والأصابع. فهمتم يا إخوان؟ أين أيوة الكف يعني الكف هنا هذا هو بطن الكف هذا هو. نعم هذا في أصل اللغة أما هذا أصابع إذن الكف لا يطلق على الأصابع. إذن ما الفرق بين الكف والراحة؟ الراحة مجموع من الكف والأصابع. نعم والكف هذا فقط لكن يعني الفقهاء خصوصا إذا أطلق الكف يراد الأصابع أيضا. فهمتم؟ الفقهاء خصوصا أيوة إذا اجتمع افترق يعني وإذا افترق اجتمع. فهمتم؟ نعم يعني غليظ الكفين يعني الرسول غليظ غليظ يعني بعض الرجال يعني قريب يعني قريب من شكلي يعني من يعني كهيئات الرجال العراض الرجل العريض يعني كفه غليظ. فهمت؟ وبعض الرجال الطويل مثل أخ مثلا أو يعني كفه مثل كف النساء يعني طويل طويل رقيق. فهمتم؟ أما رجال يعني كفه عريض. فهمت؟ نعم. وكان كفه صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير. ما شاء الله يعني إذا لمست إذا لمس أحد يعني جسم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألين من الحرير يعني بشرته بشرة النبي صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير وألين من الطفل الرضيع يعني بشرة الطفل الرضيع يعني كان لينا جدا لكن مع ذلك الحرير ألين منه. الحرير لماذا؟ لأن يعني جلد إنسان مهما كان ألين يعني لابد فيه من يعني من رطوبة يعني من رطوبة عرق من رطوبة العرق والزيوت يعني والزيت الظاهر من الجسم هذا يؤدي إلى نقصان ليني جلد البشرة. أما الحرير فألين منه وجلد النبي صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير. فهم؟ نعم. طيب وكان كفه صلى الله عليه وسلم ألين من الحرير. نعم. طيب الرائحة. انتبهوا يا إخوان بعد انتهاء هذا المجلس لابد أن تراجعوا لأن هذه معلومة ممكن جديدة عندكم معلومة جديدة وثقيلة أيضا وكثيرة أيضا يعني كثيفة المادة كثيفة يعني كاملة الدسم لابد يعني مثل الزبدي يعني كامل الدسم
لابد أن تراجعوها ولا تتركوها حتى تنسون. الله المستعان. يعني العلم صيد والكتابة تقيده، قيد صيودك الآن. يعني الصيد المرحلة الأولى الآن التقييد، يعني قيد، سجل، اكتب كل ما يهمكم يعني في هذه المادة، كل ما استجد من المعلومات عندكم اكتبوا، ثم بعد انتهاء هذا المجلس راجعوا. يقول الإمام الزهري، الإمام الزهري يا إخوان سمعتم اسمه كثيرا، الإمام الزهري يقول: آفة العلم النسيان وترك المذاكرة. آفة العلم النسيان وترك المذاكرة. انتبهوا يا إخوان، هذا الإمام العالم الجهبذ الفذ يعني هو مثل أبي هريرة في الصحابة، في الصحابة أبو هريرة وفي التابعين الزهري. يعني إذا راجع الحديث، إذا راجع الحديث راجع من بعد العشاء إلى الصبح، يعني بدأ بقراءة الحديث خلاص، واصل وانتهى إلى قبيل الصبح، صلى الوتر ثم أذن الفجر. يعني هذا العالم الجهبذ الذي حفظ بديهة. ما معنى بديهة؟ سمع خلاص حفظ مباشرة، قرأ حفظ مباشرة، فهم؟ هذا القارئ العالم الجهبذ مع ذكائه المفرط مع معيته يحتاج إلى المراجعة. فأين نحن من الزهري؟ فأين نحن من الزهري؟ فنحن يعني شيء من ظفره الزهري. شيء من شيء. يعني حافظ 100,000 من الحديث، يعني حافظ 300,000 حديث. هذا رصيد ليس ريال، هذا حديث. 300,000 حديث يحفظ الزهري، وله 800 تلميذ، يعني 800 تلميذ. نعم، طيب نستمر. نعم. إذا صافها أحدا شم ريحها طوال اليوم. طوال اليوم، يعني رسول صلى الله عليه وسلم إذا صافح أحدا من الصحابة خلاص، يعني حظ ذلك الصحابي بشم رائحة يده طوال اليوم. نعم، الأصابع. ثانيا الأصابع، لم تكن أصابعه قصيرة بل نعم، أقرب إلى الطول. انتبهوا يا إخوان، فالرسول صلى الله عليه وسلم يجمع بين الطول والعرض، يعني كان عريضا وكان طويلا أيضا، يجمع بين الحسنين. نعم، مستقيمة غير معوجة. غير معوجة، انتبهوا يا إخوان. معوجة. نعم، أصبع النبي صلى الله عليه وسلم مستقيم ليس معوج. ما معنى معوج؟ يا خلاص، يعني منعطفة قليلا. لاحظتم يا إخوان، يعني معوجة مثل هذا، هذا معوجة، لكن ليس هذا أصابع، قليلا معوجة. أيوة، لاحظتم يا إخوان، بعضنا يعني مثلا إبهامه معوجة جدا. خلاص، يعني عرفتم ولاحظتم صح؟ أو يعني رأينا كثيرا صح، شفهنا كثيرا، مثل العجائز، بعض العجائز خلاص يعني أسبوعه يعني غير مستقيمة خلاص، فهم؟ وملساء، ملساء يعني ما معنى ملساء؟ أملس. ما معنى أملس؟ ملساء يعني خلاص صارت إندونيسية مؤندسة، ملس. ملساء يعني خلاص صارت مؤندسة، كلمة مؤندسة، ملساء أملس، فهمتم؟ خلاص، إذا ترجمتها إلى الإندونيسية مباشرة أنتم تعرفون. متعقدة غير متعقدة. مع معنى متعقدة؟ هذا مثل هذا متعقد، يعني متعقد فيه تعقد. أيوة، نعم. وغير منقبضة، يعني منقبضة قريب من متعقد. الآن لابد يا إخوان، هذه مختصر من مختصر. نعم، مجموع من الأعضاء، يد، باب كبير يد، ثم فصل الكف، ثم الصفات المعلومة حول الكف،
ولذلك لابد أن أصابعه غير قصير يعني طويل، ثم إيش مستقيمة ثانيا، ثالثا ثم إيش ملساء، ثم رابعا غير متعقدة يعني تعقد كما قال الأخ، ولا منقبضة. المتعقد هذا أنا نقلت كما قال كما كانت النصوص، انقباض وتعقد قريب، أي انقباض وتعقد قريب. نعم، إلا أن تعقبض، إلا أن تعقد أدق، تعقد أدق مثل هذا يعني أدق، أما منقبض يعني غير بدقيق. سليمة، ما معنى سليمة؟ يعني خلاص صحيحة، ليس فيه جروح، وبعض نعم بعض الأصابع فيه جروح قديمة، صح؟ فيه جروح قديمة يعني منذ الطفولة والصبا، يعني خلاص حصلت جروح كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم نعم يقاتل ويغزو في المعارك كبيرة، لكن كانت يد النبي صلى الله عليه وسلم سليمة، نعم سليمة، غير متكسرة الجلد. ما معنى متكسر؟ يعني تكسر، تكسر ما معنى تكسر؟ مثل شفاتكم يعني تكسر في حالة الجفاف، يعني في السعودية ما شاء الله جاف جدا، لذلك تكسرت شفاهكم، شفاهنا متكسرة، فهمتم؟ نعم أي تقتبض. لم تكن أصابعه قصيرة بل أقرب إلى الطول، مستقيمة غير معوجة، ملساء غير متعقدة ولا منقبضة، سليمة غير متكسرة جلد. أيوة، إذن كم وصف يا إخوان؟ أولا أقرب إلى الطول، قصيرة أقرب إلى الطول، هذا وصف، ثم مستقيمة اثنين، ثم غير معوجة يعني توكيد، توكيد من مستقيمة، فهمتم يا إخوان؟ ثم ثالثة إيش؟ ملساء، ثم رابعة غير متعقدة ولا منقبضة، هذا كم؟ رابع ولا خامس؟ رابع، ثم خامس سليمة، ثم سادس غير متكسرة. نعم خلاص، الذراعان. ثالثا الذراعان، طويل الزندين، الزند هو الجزء السفلي من ذراع الذي قل فيه اللحم مما يلي الرزق. الرزق، نعم، انتبهوا يا إخوان، هذا يسمى الرزق. ما معنى الرزق بالإندونيسية؟ أيوة، هذا هو، فيه، انتبهوا يا إخوان، فيه باطن وفيه ظاهر، باطن الرزق والظاهر الكرسوب، كرسوب، هذا يسمى الكوع. الكوع، ما معنى الكوع بالإندونيسية؟ نعم، لكن العظم الظاهر من الكوع قسمان، باطن وظاهر، داخل وخارج. الداخل الرزق، الرزق إذن العظم الداخلي من الكوع، نعم. أما هذا الظاهري اسمه إيش؟ كرسوغ، كرسوغ، أيوة. ما كيف العبارة؟ نسيت، الله. ثم ما معنى الزن؟ الزن هو طبعا يا إخوان، هذه من طرف الأصبع إلى إيش؟ إلى المرفق، يسمى الذراع. طبعا هذا يسمى اليد، هذا إيش؟ اليد. ثم هذا العلوي يسمى عضد، هذه عضد، انتبهوا يا إخوان، هذا عضد وهذه الذراع. الذراع يعني من المرفق إلى طرف الأصبع، نعم. وهذا الجزء من الذراع الذي قل فيه اللحم، هذا كثر فيه اللحم، وهذه القل الذي قل فيه اللحم، هذا يسمى الزند. الزند يعني كما في الحديث، كسر زند رجل، كسر يعني كسر زند رجل في إحدى الغزوات، فهمتم؟
يعني ثم أمر بجبر، يعني أمر ذلك الصحابي بالجبر، هذا يسمى زن. فهمتم يا إخوان؟ إذن الزند هو الجزء السفلي من الذراع الذي قل فيه اللحم مما يلي الرزب، مما يلي الرزب. فهمتم؟ مما يلي الرزب. نعم. رسول صلى الله عليه وسلم طويل الزندين، يعني هذا فيه محمدة، يعني الزن الطويل، لكن الذراع، الذراع العلوي ضخم جدا. نعم. فهمتم؟ أشعر. نعم. أشعر الذراعين. نعم، الذراعان رسول صلى الله عليه وسلم أشعر، يعني أشعر ما معنى أشعر؟ تنبت فيه الشعرات. نعم، لا سيما أن رسول صلى الله عليه وسلم كان أبيض، أبيض الجلد، ولذلك تظهر جليا، هذه الشعرات تظهر جليلا جليا. نعم. أشعر الذراعين غليظهما وضخمهما. انتبهوا يا إخوان، يعني الذراع العلوي ضخم وعريض، ضخم وعريض، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمارسون اللياقة. يمارسون اللياقة. نعم، يمارسون، يعني وعريض وضخم، عريض عريض وضخم. فهم؟ لكن الزند طويل، ولذلك تظهر جدا شكل الذراع النبي صلى الله عليه وسلم مثاليا جدا، مثالي أفضل ما يكون. فهمتم؟ أي فهمتم، يعني إذا قصر الزند لا تظهر جدا هذا الحسن، الحسن في الذراع. فهمتم؟ نعم. طيب، عريض، أي عريض ضد طويل، ما معنى عريض؟ أيوة. نعم. رابعا العضدان، ضخم العضدين. أيوة، ما معنى عضد؟ هذا عضد، أيوة هذا عضد، هذا عضد. فهم؟ عضد ضخم، ما معنى ضخم؟ كبير. نعم. طيب، قال حفظه الله، أصل صفة رجليه صلى الله عليه وسلم. نعم. أولا الفخذ. نعم. ضخم الفخذين. أيوة، ضخم الفخذين، لكن الضخم ليس بشحومة، ليس بشحوم، لكن بالعضلات. فخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو شأن السابقين، يعني هذا هو شأن السلف، يعني الممارسين للجهاد الرياضة. فما أحوجنا نحن، فما أحوجنا إلى تلك الرياضات. نعم، والممارسات. نعم، والتمرينات والتدريبات، يعني فالرياضة في حقنا شبه الواجب يا إخوان، شبه الواجب، ولذلك احتسب الأجر، احتسب الأجر من المشي إلى المطعم وإلى إلى البقالة. نعم، إلى المساجد. نعم، فنحن فالرياضة بالنسبة لنا يعني ليس مباح، الرياضة الآن أصبحت الرياضة سنة الآن في حقنا، في حقنا. نعم. نعم، الساق. نعم. ثانيا الساق، ضخم أعلى الساقين. نعم. رقيق أسفلهما قليلا. نعم، إذنوني، ضخم أعلى الساقين، يعني الساق، الساق يعني له سفلي، جزء سفلي وعلوي. نعم، وعلوي الساق، الجزء العلوي من ساق النبي صلى الله عليه وسلم ضخم، طبعا ضخم، يعني مثل لاعب كرة، يعني ضخم جدا. نعم، دقيق أسفلهما، لكن الجزء السفلي دقيق، يعني إذا كان السفلي دقيق والعلوي ضخم يعني يظهر الحسن، يعني يظهر الحسن جدا. نعم، لكن ليس دقيق جدا، ليس دقيق أسفلهما قليلا، انتبهوا قليلا. بعض الناس بعض الناس يعني يستطيع أن يدرك أصابعه بجزء العلوي من الساق. يعني جربوا يا إخوان، بعض الأشخاص يعني من دقة جدا، يعني من دقة رجليه، يعني الجزء العلوي من ساقه، أصابعه يستطيع أن يدرك جميع ساقه السفلي. فهمتم؟ وأنتم كيف منكم؟ أيوة، هذا قريب قريب. نعم، بعضنا من شدة نحله وهزله
من شدة النحل والهزل. نعم طيب. وهي صفة، وهي صفة محمودة في الساقين. نعم ثالثا العقب. نعم ثالثا العقب منهوس العقبين. نعم. أي قليل لحم العقبين. ما معنى العقب يا إخوان؟ العقب، العقب. نعم هذا الجزء الخلفي من القدم، الجزء الخلفي من القدم. نعم منهوس العقبين. نعم منهوس يعني قليل اللحم، منهوس يعني قليل اللحم. هذه أيضا قال العلماء من علامة النبوة، يعني من علامة النبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان منهوس، ما كان عقبه منهوس يعني قليل اللحم، يعني قليل اللحم. نعم نعم ايش منهوس يعني قليل اللحم، يعني فسرنا منهوس العقبين اي قليل اللحم. نعم خلاص القدم الان. رابعا القدم، كان مسيح القدمين اي املسهما ومستويهما. ومستويهما، مستويهما. نعم فهمتم يا اخوان؟ مسيح يعني املس، قد بينا معنى الاملس، املس ملساء. نعم نعم. وغليظ القدمين. ومستوي، ما معنى مستوي؟ وهذه ايضا يعني ايضا من علامة النبوة، يعني قال بعض العلماء، هذا عند بعض روايات يا اخوان، ان قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني مستوية، ليس يعني مستوية، مستوية ليس فيه بطن، البطن يعني نحن يعني الناس يعني فيه جسم، فيه جزء يعني الغليظ وفيه جزء الخفيف، صح؟ نعم الجلد الخفيف رقيق والجلد القوي الثقيل الكثيف. نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم جميع قدمه يعني نوع واحد، وهي كثيف، كثيف غليظ. فهمتم يا إخوان؟ هذا محمود، هذه من علامة النبوة أيضا، يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض الروايات. وبعض العلماء قالوا أن معنى مستوي هنا يعني مستوي، ما في تعقد، ما في مثل الأصابع، ما في تعقد وما في انقباض، ما في تكسر. فهمتم؟ إذن مستوي هنا له معنيان عند العلماء، مستوي القدمين هنا له معنيان. المعنى الأول مستوي يعني مسيح، يعني نوع واحد، قدم النبي صلى الله عليه وسلم نوع واحد كله جد قوي. فهم؟ ومعنى ثاني أن معنى المستوي هنا يعني حسن، سليمة، يعني ما في تكسر، ما في تعقد، ما في انقباض. فهمتم؟ يعني المستوي في اللغة أيضا معناه حسن، المستوي يعني حسن. فهمتم؟ نعم. وغليظ القدمين، غليظ عظيم كبير. نعم وغليظ القدمين وهو دليل القوة. نعم دليل القوة. وكان أحسن البشر قدما. أيوة صلى الله عليه وسلم. فصل، قل حفظه الله، فصل ذكر ثناءات الصحابة رضي الله عنهم في خلقته صلى الله عليه وسلم. نعم أولا أحسن الناس في خلقة جملة. نعم أي في مجموع جسد. انتبهوا يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفصيل الذي درسناه، نستطيع أن نقول هذه الملخص، الفصل الأخير هذا من الباب الأول، هذا الملخص أو وصف العام أن النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس في الخلقة جملة، يعني في الجملة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة يعني في مجموع جسده. فهمتم؟ في مجموع جسده النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقة جملة، في الجملة. وتفصيلا اقرأ. أحسن الناس في خلقة جملة أي في مجموع جسده، وتفصيلا أي في كل عضو من أعضائه. أيوة فهمتم يا إخوان؟ كل أنف النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأنوف، وعين النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأعين. فهمتم؟ ويد النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأيدي، ورجل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الأرجل، وفم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الفم. فهم؟ أيوة. ووجه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الوجوه.
هكذا يعني تفصيلا. أما جملة خلاص جملة في الجملة. فهمتم؟ هذا ما نعم. ثانيا من حسن خلقته حتى صار كأنه خلق كما يشاء. ما شاء الله. يعني قال الصحابة من حسن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه خلق كما يشاء. من منا خلق كما يشاء؟ لا أبدا يعني. إلا يعني في تصميم نعم في الجهاز نعم. تستطيع أن تعدل صورتك. تستطيع أن تعدل صورة نعم. تفضل. ثالثا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من رآه بديهة ها. بديهة يعني لحظة من رآه بديهة هاباه. هاباه ما معنى هاباه؟ هيبة. خلاص أصبحت مؤنسة، كلمة مؤنسة هيبة. هابه هيبة. فهمتم؟ يعني من رآه يعني لحظة لقي النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة من بعد خلاص هابه يعني احترمه. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم جملة احترمه. لماذا؟ يعني من شدة قوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة جمال حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مباشر هابه. نعم. طيب ومن خالطه معرفة أحبه. أي نعم. اللقاء الأول يهيب النبي صلى الله عليه وسلم، اللقاء الثاني والثالث وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم خلاص أحبه. فهمتم؟ يقول نعيته لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. كل واصف النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى. يا نعم. السؤال لماذا يعني لماذا يعني بهذا الجمال يعني بهذا الجمال المفرط، الجمال المفرط يا إخوان، الجمال المفرط، لكن لم تفتن النساء، لم تفتتن النساء بجماله صلى الله عليه وسلم. لماذا لم تفتتن؟ نعم حكي بعض القصص في عشق النساء للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول أبو جهل، أبو جهل يقول لسمية، من هي سمية؟ أم عمار بن ياسر، أول شهيدة، سمية. حتى يقول أبو جهل لماذا يا سمية تتبعين النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لجماله؟ لماذا تتبعين محمدا؟ هل عشقت بجماله؟ قال أبو جهل، نعم يقول بعض الناس يعني بجمال النبي صلى الله عليه وسلم يعبر بجمال النبي، لكن لماذا لم تفتتنوا أو لم يفتتنوا الناس نساؤهم ورجالهم لم يفتتنوا بجمال النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف جمال يوسف، جمال يوسف يعني بعض الإسرائيليات يقول أن يوسف يعني نصف جمال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لماذا؟ من يعرف؟ لا. نعم. نعم. أيوة صحيح. لأن وصف خلق النبي صلى الله عليه وسلم أجمل. مثل هذا مثلا إحسان. ما شاء الله. رجل غني جدا. لكن مجتهد جدا. يعني غني ومجتهد، لكن اجتهاده أكثر من غناه. يعني الناس عرفوه بالاجتهاد ليس بالغنى. فهمتم يا إخوان؟ أي نعم. نعم مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا 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 إلى الوحدة الثانية عشرة. جدا 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 لكن خلقه عظيم 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 جدا. نعم نعم إلى وحدة ثانية طوال عشرين ني خلفه. نعم خلاص. نعم طيب. نعم الوصف أحد صفات الناس إن قد تغطي بعض الصفات الأخرى. فهمتم يا إخوان؟ نعم. فمثلا إيش مثلا حافظ، في أي كلية أنت؟
في الحديث، أي نعم في الحديث، درس في الحديث، كلية الحديث، نعم، وحصل على مرتبة ممتاز مرتفع في كلية الحديث، لكن علمه في فقه الشافعي عميق جدا، إذن اشتهر بفقه الشافعي مع أنه من كلية الحديث مثلا، يعني يغطي، فهمتم؟ نعم. طيب استمر. ربيعا قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان. أيوة انتبهوا، ما معنى إضحيان؟ إضحيان هي الليلة المضيئة المقمرة، الليلة المقمرة المستنيرة، ليلة إضحيان. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهمتم صح؟ الليلة المقمرة يعني فيه قمر، في بدر، المضيئة المستنير. نعم. من منكم ينام على نافذة، على نافذة غرفته، يعني أين؟ نعم، يعني كنت قديما سكنت في جمعية البر، في جمعية البر، يعني قريب من الحرم، وأنا أسكن في دور السابع. هذه العمارة لجمعية البر، يعني سكنت سنتين ونصف في جمعية البر. جمعية البر مثل جمعية ربوة، لكن جمعية البر أقرب إلى الحرم، وسكنت في دوري السابع، سكنت في دوري السابع، و يعني حول هذه العمارة لم يوجد سكن، ولذلك لم توجد لمبة وضياء، لم توجد، ولذلك إذا انتصف الشهر الهجري، ما شاء الله، أنا أطفأت أنا لمبة في الغرفة، يعني أصبح زرقاء يا إخوان، يعني ضوء القمر أزرق، ضوء القمر المستنير يعني أزرق، ما شاء الله، ما في نوم ألذ من ذلك النوم يا إخوان. أنا فراشي يتجه إلى النافذة، ويتجه إلى النجوم، ويتجه إلى البدر، يعني مهما كانت اللمبة منطفئة، لكن الغرفة مستنيرة بضوء القمر هذه الأزرق. نعم، هذه يسمى ليلة إضحيان. نعم، من منكم يعني ينام ينظر إلى النجوم إلى النجوم وإلى السماء وإلى القمر. نعم. طيب، قال جابر بن سمرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، الليلة المضيئة المقمرة، وعليه حلة حمراء. أي حلة، ما معنى حلة؟ الحلة هي مجموع بين الثوب العلوي والسفلي والعلوي، يعني قديما غالب الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم وغالب الصحابة يلبسون الآن زي إحرام، زي لباس الإحرام، يعني فقط قطعتان من يعني من الكساء، فهمتم؟ الإزار، ويعني مثل ملبس الإحرام، لاحظتم يا إخوان؟ هكذا تكون يعني غالب ثياب الصحابة، يعني منهم من يكتفون بالإزار فقط، يعني بثوب واحد من الإحرام، من ملبس الإحرام، وغالبهم وبعضهم قطعتين، السفلي والعلوي، فمجموع من السفلي والعلوي تسمى حلة. الحلة يعني مثلنا الثوب والسروال، لابد أن تكون متناسبة، يعني في بعض الوظائف لابد أن تكون حلة، فهمتم؟ يعني في بعض الوظائف والمدارس لابد أن تكون حلة، يعني لابد أن تكون السراويل والقمص يعني من زي واحد، أيوة فهمتم؟ ستيلان يعني السروال وقمص من نوع واحد، فهمتم؟ كون هذه تسمى، يعني إذا كانت سروال أزرق، القميص أزرق، فهمتم؟ هذا؟ أي نعم، الحلة هي اجتماع أو تساوي العلوي والسفلي بنوع أو بهيئة واحدة، فهمتم؟ مثل الجبة. أي نعم، لا نعم، لكن الثوب العربي هذا لا تسمى حلة، الحلة الإزار والقميص نفس الشيء، نفس اللون، نفس الهيئة، نعم، أيوة نعم، مثل هذا هو، يعني قريب، يعني السروال وقميص قريب، نعم، هذه تسمى حلة، فهمتم؟ لا تسمى حلة إذا اجتمعت
إذا تساوى العلوي والسفلي في اللون وفي الهيئة وفي الزخارف مثلا. أيوة فهمت. نعم. حلة حمراء ما شاء الله، يعني رجل جميل جدا ولبس حلة حمراء. نعم. اختلف العلماء، قال بعضهم فيه خطوط حتى تختفي الحمرة، يعني حتى تختفي الحمرة، وبعض العلماء قال حمرة على أصل كلمة الحمرة حمرة، إذا كان فيه خطوط عبر الصحابي. نعم. حلة حمراء هذه تدل على عدم كراهية الحمرة. نعم. يكرهون حلة الحمراء، فجعلت أنظر إليه إلى القمر فله عندي أحسن من القمر. أي نعم. بس وسم أحسن من القمر. نعم. قال أبو هريرة. خامسا، قال أبو هريرة رضي الله عنه، ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وإذا ضحك يتلألأ. أي فهمتم يا إخوان، الشمس تجري في وجهه، هذا مدح بالغ في الوصف. نعم. قالت أم معبد. سادسا، قالت أم معبد رضي الله عنها، أجمل الناس من بعيد وأحسنه من قريب. ما شاء الله، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رآه أحد من بعيد يعني صار أجمل الناس، لكن إذا اقتربنا منه كان أحلى الناس وأحسن. نعم. فهمتم؟ نعم. خلاص نكتفي بهذا القدر من المجلس، ونواصل إن شاء الله إلى المجلس الثالث في السبت القادم بنفس الموعد والمكان والوقت بإذن الله. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. Cukup. Nah, cukup. Apa namanya?